بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهي الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد. النهاردة في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة جينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بسيف. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها أمطار، خصوصا إن فعلا كان في أمطار خفيفة على القاهرة امبارح. بالفعل يمكن احنا امس كان في فرص الامطار متفاوته الشده على مناطق من شمال البلاد، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، واختلفت كمياتها من محافظه لمحافظه وكانت رعديه احيانا في بعض الاماكن. اليوم متوقع استمرار فرص سقوط الامطار، لكن هتبدا تنحصر فقط في المناطق الشماليه. هتكون امطار ما بين خفيفه ممكن تكون متوسطه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، وايضا محافظات شمال الوجه البحري وبعض المناطق من وسط سيناء. هي امطار زي ما قلنا في الاول، هي امطار خفيفه ممكن تكون متوسطه في بعض الاماكن، وتكون على فترات متقطعه من اليوم ومنطقه دون الاخرى، لان احنا ما زلنا بنتاثر بامتداد المنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا اللي بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحراره وحجم جزء من اشعه الشمس، وطبعا فرص الامطار اللي احنا قلنا عليها متفاوته الشده، بالاضافه كمان درجات الحراره تظل حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، عظمى على القاهره الكبرى هتكون 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي الاجواء هتكون فتره النهار اجواء خريفيه تماما ومائله للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء معتدله تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، اجواء ما بين حاره لشديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فترات الظهيره. لكن مع غياب اشعه الشمس وتكون فترات الليل طبعا درجات الحراره بدات تنخفض، وبتكون الانخفاض ده ملموس اكثر ومحسوس في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. اجواء نقدر نوصفها ان هي لطيفه في اول ساعات بس الليل. بس انا كنت عايزه اقول لحضرتك، هل فعلا الرطوبه عاليه شويه من امبارح؟ هي احساسنا بنسب الرطوبه بدا اللي هي الرطوبه كده كده موجوده في الجو، ووجود نسب رطوبه في الجو موجود، لكن احساسنا بيها بدا يقل. في بعض الليالي اللي بيكون فيها سحب موجوده خلال فترات الليل بنحس ان درجات الحراره اعلى او فيها نسب رطوبه، لكن الليالي اللي بيبقى ما فيهاش اي سحب بنحس ان درجات الحراره انخفضت. لكن فترات الليل متاخر، فتره الصباح الباكر بالفعل درجات الحراره بدات تسجل 22 و21 درجه مئويه على المناطق الشماليه، بدانا نحس ببعض البروده والاجواء نقدر نوصفها ان هي مائله للبروده في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر في اغلب محافظات الجمهوريه، بعض المناطق كمان من شمال الصعيد الصغرى بتنخفض ل 20 درجه مئويه خلال فترة الليل، بالإضافة كمان ما زالت الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية اللي بتأثر فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى أيضا مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا من الساعة 7 أو 8 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في الاختفاء، تبدأ الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق، ويمكن احنا قلنا الأجواء الخريفية دي متوقعة ان هي تستمر معانا حتى نهايه هذا الاسبوع. فرص الامطار هتفضل محظوره في بعض الاماكن الشماليه او السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، هتكون امطار خفيفه، لكن من يوم السبت المقبل هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره، هيكون في فرص لسقوط الامطار ممكن كمياتها تزيد عن الامطار الخفيفه، وتكون على مناطق متفرقه من محافظات شمال البلاد. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه عن المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 30 والصغرى 21، العاصمه الاداريه 30 21، الاسكندريه 27 22، العلمين الجديده 27 21، مطروح 26 20، دمياط 28 22، بورسعيد 28
23، اسماعيليه 31 20، اسويس 31 21، العريش 28 22، كاترين 26 16، طابا 31 24، حلايب 32 26، شلاتين 35 25، شرم الشيخ 34 26، الغردقة 35 25، الفيوم 31 20، بني سويف 31 20، الوادي الجديد 37 22، أسيوط 33 20، سوهاج 35 21، قنا 37 24، الأقصر 38 24، وأخيرا أسوان 39 25. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا إن في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر الجو بيكون برد شوية، يا ريت ناخد معانا جاكيت خفيف علشان ما نتعرضش لنزلات البرد. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.